للوقوف أكثر عند ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد الشاع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراب. دكتور حامد، مرحبا بكم. يعني بترشيح إطار الميليشيات لمحمد الشاع السوداني وهو قيادي في حزب الدعوة لكي يتولى منصب رئاسة الحكومة المقبلة، هل يمكننا أن نقول أن الأزمة قد حلت وبالتالي انتهى الجمود السياسي الذي استمر عدة أشهر دكتور؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهور المشاهدين الكرام. الحقيقة الأزمة قد بدأت في جولة جديدة لم تنتهي، وإنما هناك إمكانيات واحتمالات لتصعيد أكثر من السابق، لأنه هذه كانت الحقيقة فرصة الفترة الماضية أن تسوى بعض الأمور وتعود مثل ما يقال المباحثات والمفاوضات بين الأطراف أو يعني الكتل المتنازعة أو المتصارعة على السلطة. لكن اللي اتضح أنه العامل الإقليمي والدولي أيضا لعب دوره الآن في قضية يعني تسمية رئاسة الوزراء من قبل الأطراف الولائية يعني الموالية لإيران بعد انسحاب التيار الصدري، يعني اللي ترك 73 مقعد تم توزيعها فيما بين الكتل هذه، فشكلت ما يسمى الأغلبية. لكن هذه الحقيقة ليست فرصة مناسبة لهم للانفراد بالسلطة بما يعني يشاؤون، لكن الأمور مثل ما يقال والأيام حبلى بالأحداث الكبيرة. إذا كان على صعيد الصراع على مناصب السلطة أو حتى مع الشارع، الشارع لابد أن يقول كلمته يعني، والآن استعدادات جارية من أجل تهيئة ردود الأفعال العملية. بعد وضوح هناك بيان. طيب دكتور حامد، هناك من يقول إن الإطار التنسيقي وأحزابه يمارسون مصطلح أو موضوع العناد ضد المجتمع العراقي والحراك الشبابي. الحراك الشبابي وأيضا المجتمع العراقي رفض محمد الشيع السوداني بديلا عن عادل عبد المهدي، هل هم بذلك يعني يمارسون العناد ضد الحراك الشبابي دكتور حامد؟ هو ليس عنادا مجردا، عناد وإصرار على إبقاء العراق مرتهن إلى الأجندات الخارجية، يعني هذه واضحة. لأنه يعني كل اللي جرى خلال العشرين سنة الماضية ليست بإرادة الشعب العراقي، خلينا نكون أيضا واضحين وصريحين، يعني حتى الانتخابات يعني جرت في كل دوراتها بطريقة مزيفة وطريقة مفبركة وطريقة تقسيم يعني المقاعد البرلمانية ليست بأصوات حقيقية، يعني مثل ما شفنا أنه يعني نسبة المشاركة كانت في الانتخابات الأخيرة المبكرة نسبة ضئيلة جدا، يعني لا تتجاوز 15%. لذلك أنا أقول الشارع الآن بالفعل يشعر أنه هناك تحدي كبير، لأنه أقال حكومة عادل عبد المهدي وكاد أن يسقط النظام السياسي برمته لولا هناك حجر التفاف حول ترشيح الكاظمي الذي جاءت به أمريكا وإيران بتوافق لامتصاص الحالة الثورية في الشارع، وبالنتيجة أنه هناك فعلا يعني أشبه بالخدعة التي رسمت للشارع العراقي خلال السنتين الأخيرة بعد أن هدأ الشارع. لكن الشارع لم يعني ثورة تشرين لم تخمد جذوتها، يعني ما زالت جذوة الثورة متقدة في نفوس العراقيين. لذلك أنا الحقيقة ما أستبعد أن يكون هناك فعلا تعبئة تحشيد واضح لهذا الإصرار والعناد من قبل الأطراف كلها، ليس فقط من قبل الإطار التنسيقي. دكتور حامد، هناك من وصف الإطار التنسيقي وخاصة حزب الدعوة أنهم يدورون في حلقة مفرغة من الضياع ومن التيه عندما يزجون بأحد قياديه لرئاسة الحكومة، هل تتفق مع هذا المصطلح مع هذا الطرح دكتور؟ بالتأكيد هذا صحيح تماما، لأنه فعلا يضيعون الوقت على أنفسهم، يعني أيضا يخدعون أنفسهم في أنه هذه ممكن أن تمرر، والشارع أذكى بكثير مما يعتقدون، لأنه الشارع أصلا رفض كل المرشحين اللي جاءت بهم هذه الطبقة السياسية الفاسدة من رحمها. يعني المرشحين كانوا هم من أحزاب، يعني من ضمنهم أيضا محمد الشيع السوداني، وديست يعني صوره بالأقدام ورفض رفض قاطع، وكان في رد فعل واضح للشارع العراقي
في وقت ثورة تشرين، يعني بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي. الآن ما تغير شيء، الرفض ما زال مستمر. بالتأكيد الشارع الآن بعد الأزمات اللي مر بها العراق أيضا، يعني هاي خلال السنوات يعني السنتين الأخيرة، ومجمل العملية السياسية، أصبح هناك تراكم كمي، يعني لابد أنه المعاناة هذه تكون ردود أفعالها أقوى من السابق، يعني أتوقع، لأنه هذا ضحك على الذقون والشارع لا يقبل بهذه الطريقة. يعني العناد والإصرار مرفوضان من قبل الشارع العراقي. دكتور حامد، على ذكر ردود الأفعال، كيف نتوقع أن يكون ردة فعل مقتدى الصدر وتياره باعتبارهم الفائزين في الانتخابات التي قاطعها الشعب كما تعرفون بنسبة 90% على ترشيح محمد الشيع السوداني؟ حتى هذه اللحظة لا وجود لأي بيان أو تغريدة من قبل مقتدى الصدر، كيف تتوقعون رد مقتدى الصدر على ذلك؟ أنا يعني أتوقع فعلا، يعني إشارة مهمة، أنه هم الفائزون خرجوا من الـ يعني سباق تشكيل الحكومة، ويعني إقرار شكل الحكومة، الكابينة الوزارية القادمة، والخاسرون هم اللي يستحوذون على توزيع المقاعد والمناصب الوزارية وطبعا الثروات وغيرها والامتيازات. هذا يشكل يعني خلل كبير في التقييم العام. لذلك أنا أتوقع أيضا ردة الفعل ولو تأتي متأخرة خلال يمكن ساعات أو بعض الأيام، لأنه الأمور ده تنطبخ، وأنا أعتقد راح يكون رد الفعل رغم وجود يعني ردود أولية. أنا يعني قرأت وتابعت بعض الأمور، يعني نبشوا بياناتهم في السنتين الماضيتين، كان واضح أنه هو مرفوض. أيضا في تصريح نسميه الوزير القائد أو وزير القائد، يعني الناطق الرسمي باسم مقتدى الصدر، كان مصرح أنه هو هذا يعني محسوب على المالكي، هذا ضد المالكي، ظل المالكي. فلذلك مرفوض من قبل التيار الصدري ومرفوض من قبل الشارع، وسموه تسمية بشكل واضح، يعني أنه هذا يعني ما تعبر علينا باللهجة العراقية، يعني ما تمر علينا بهذه الطريقة الساذجة. لذلك أنا أعتقد راح يكون رد فعل، خصوصا أيضا أكو رد فعل آخر من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. دكتور حامد، ردة الفعل تتوقعها يعني عبر الشارع، سينزلون للشوارع مثلا؟ أنا أعتقد يعني تغريدة أو إشارة أو ورقة أو بيان ينطي إشارة. هذه الإشارة راح تكون الحقيقة إنذار، يعني عبارة عن إنذار. الإنذار يعني شيء كثير، لأنه إذا تطور من إنذار إلى تحشيد مثل ما صارت القضية بصلاة الجمعة قبل الماضية، أنا أعتقد الأمور تأخذ منحى آخر، منحى تصعيد الشارع، وبالتأكيد راح تكون إلى تداعيات كبيرة، جائز حتى تصل إلى اقتحام المنطقة الخضراء وإنهاء دور البرلمان والحكومة. لأنه إذا صار تحدي، وأنا أستبعد هذه، لأنه الكتل السياسية الأخرى حتى القريبة للإطار الآن متخوفة، يعني مرعوبة من ردود الأفعال. لذلك أنا أعتقد يعني إجراء عملية التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية وتمرير السيد محمد الشيع السوداني عملية معقدة جدا وصعبة. لذلك أنا أتوقع أيضا ردود الأفعال القريبة القادمة سوف تكون بحجم الفعل، ان هناك فعل يعني عقد الجلسه بتحشيد او بانتخاب ستكون قويه. اما اذا انتهت بسلام ويعني فبركت العمليه بطريقه اخرى، انا اتصور الامور ماشيه باتجاه اخر، باتجاه تفاهم على صيغه اخرى غير الصيغه اللي تم اقرارها الان من قبل الاطار التنسيقي. عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لكم.